انت ندمان اليوم انك خسرت بشار الاسد؟ لا طبعا. يعني كنت الصديق المقرب ضمن المجموعه الضيقه تبعه، فجاه انقلبت على بشار الاسد؟ مو فجاه، لا انا ما انقلبت فجاه على بشار الاسد. كيف ما انقلبت فجاه؟ انا كنت كثير على صعيد انساني، انا من عام 2000 عمليا، يعني من قبل ما يعني ياتي بشار الاسد الى السلطه كنت معه. عفوا، كان في قدام سوريا احد رجلين بده يحكم وما في ثالث بشار. ما في او رفعت. اهل السنه ما عندهم حدا يعني وازن، يعني عبد الحليم خدام ما بصير رئيس جمهوريه. حضرتك سني؟ سني. لهالسبب انقلبت على بشار؟ لا يا اخي، كنت معه انا معه مع ابوه. كنت ليش وقت اللي كنت لما معه مع ابوه الفرصة. لما حانت الفرصه يا اخي، لما بدا يقتل في الناس تغيرت.